معاكم خالد، معاكم يوسف. شاطر لكم فيديو جديد وتحدي جديد. طبعا كلكم مستغربين ايه اللي في وشي ده. ده امبارح كنت بلعب، ما كنتش بلعب كوره، كنا عندي كوره دي الكوره. روحت امبارح الساعه 1 بالليل، فكنت بجري ورا حمو طارق هو انا وكنت بجري وراها، فوقعت على دماغي فتحت، فالحمد لله جت سليمه، خدت فيها 5 كورات. بقول كلكم مستغربين ايه ده، ده تحدي الزجاجه الكوره التاني. عملنا اول فيديو تحدي الزجاجه مع محمد اشرف، وبعد كده مع محمد طه، وده الجزء التالت. عشان بصراحه انتوا راح يعني جامدين، بسم الله ما شاء الله. الفيديو والله يا جماعه احنا قلنا مع فيديو محمد طه هنعمل فيديو تاني مع حد مش تاني. لو جبت 12 لايك هنعمل فيديو تاني. الفيديو بتاع محمد طارق ويوسف بسم الله ما شاء الله جاب 23 لايك. ويا جماعه لو عايزين الفيديو ده يوصل 25 لايك، نعمله يوصل 25 لايك، وهنعمل كوميدي. لو وصلت الفيديو ده 25 لايك هنعمل كوميدي يا جماعه. الكوميدي هيبقى جامد، واحنا في رمضان بصراحه طيبين. ده تالت يوم رمضان صح؟ لا مش رابع يوم رمضان. يلا نبدا الفيديو بقى، بطل لك كتير. حاجه ورا مقص ماشي. بعد 3 2 1 حاجه ورا مقص انت متخلف يا ابني. جابي ماشي ادول هي من 10، كل واحد 10 محاولات. لازم يجيب في ال10 محاولات دي كذا واحده بقى، والعقاب 20 ضغط. يلا بقى العقاب 20 ضغط. تاني محاوله بقى. المحاوله 1-0. تمام، طبعا محاوله رابع محاولة يا جماعة. اوه 2 كده محمد، الحمد لله كده 5 6 6 محاولة. لا لا لمس ايدك عادي يعني، لمس ايدك بس خلاص ما تعيدهاش كده. 7 محاولة كده، 8 محاولة، 9 محاولة. يوم جاي بسم الله الرحمن الرحيم. والله 10 محاولة كده، هو جايب 3 من 10، يعني جايب 3 من 10. قال يا جماعة واحد لو واحد عدلنا يبقى كده يا جماعة احنا كده نفس الرقم. 4 5 6 هي يا جماعة 3 مية صح؟ هنصور الاول وهو بيعمل 20 ضغط. يلا بينا ليتس جو. اعوذ بالله ايه الوش ده؟ يا عم مش قادر. ايوه والله ما قادر. ايوه يلا يا عشان ننهي الفيديو كده يا جماعه. هو خلاص العقاب بتاعه كده، صلاه الفيديو يا رب يكون مفيش عقابكم. اتمنى تشوفوا اتمنى نشوف تقديرك. لايكات على الفيديو ده، وعايزكم تدعوا لي يا جماعه ان انا
يعني تسمعش كلامه. بس يا جماعه اقول لكم حاجه، بس الفيديو ده يوصل 25 لايك، 25000 لايك، 25 لايك، 25 لايك، وهنعمل كوميدي، هنعمل عشان الكوميدي كان والله كويس قوي بتاعنا جامد. بس لو وصلت الفيديو ده 25 لايك هنعمل كوميدي. طبعا انت ما بتحصلش حاجه، انا عندي 51 مشترك، انا 51 كلهم يروحوا يعملوا لايكات. مش مصدق نفسي، مش هصدق نفسي لو جبته. مش هيعملوها، مش هيعملوها، مش هيعملوها، هيعملوها. يا تراهن، تراهن يا حمد، ماشي تراهن. يا جماعه راهنا يا جماعه، ولا اكس الجامد التاني، ماشي تمام كده. صليت الفيديو يا جماعه، خلي بالك عشان الرهن تراهن كده. صليتكم يا جماعه، لازم تكسبوا عشان تجيبوا 25 لايك. ها كده عشان نعملوا كوميدي، عايزين نخلص فيديو كده. صليت الفيديو يا رب يكون معجبكم، واتمنى اتمنى تشوفوا كده كده المقطع ده، ويا ريت تعملوا لايك، ويا ريت تعملوا سبسكرايب. والفيديو بتاع محمد طارق هحط لكم صورته هنا بالظبط، هنا هحط لكم صورته هنا، ويا ريت برضه هحط لكم صورة الكومنتات هنا. ونلقاكم، سلام.